السجن المؤبد هو حكم القضاء التركي على أبرز المتهمين بالضلوع في التخطيط لإطاحة حكومة أردوغان عام 2003 تحت اسم أرجنكون، أشهرهم إلكار باشبوغ رئيس أركان الجيش التركي السابق. أما الباقون فقد برئ بعضهم، والبعض الآخر سيمكث في السجن بضع سنين. قرار واحد صدر عن المحكمة اليوم، وهو أنها ستتعرض هي بنفسها للمحاكمة في وجدان الشعب التركي. الأحكام نزلت كالصاعقة على أنصار التيار العلماني الذين احتشدوا بالقرب من المحكمة منددين بالأحكام واصفينها بالظالمة. هذه القرارات حسب قناعتي أدمت ضمير المجتمع التركي، قرارات لا يقبلها الضمير، لكن علينا انتظار نشر حيثيات القرار. وفي الوقت الذي ندد فيه أنصار العلمانية بقرارات المحكمة رآها آخرون عادلة وطبيعية. قرار المحكمة اليوم فتح الباب أمام تركيا لتحظى بفرصة تاريخية باتجاه المزيد من الديمقراطية في البلاد. وبهذا يطوى ملف قضية أرجنكون الإنقلابية بعد 5 سنوات من فتحه. محاكمة القرن، هذا ما اصطلح عليه الأتراك لوصف هذه المحاكمة التي نطق القضاء خلالها اليوم بالأحكام على المتهمين في قضية أرجنكون التي شغلت الرأي العام التركي على مدار 5 سنوات متواصلة. مهران عيسى، سكاي نيوز عربية، اسطنبول.